حبوني علموني ورباني. يا الله يخلي الماما والبابا نور عيوني. أنا زنوب أم الماما. تستيقظون صباحا على أمل أن يسمعوا صوتها وهي توقظهم وتجهز ملابس المدرسة وهي تعد الفطور. ينقبض قلبهم الصغير حين يقوم والدهم بهذه المهام. أنا سيد عبد الله طلال ابن ريحانة الموسوي. أتمنى يوم العيد أن تكون أمي يانا وتلبسنا ثياب العيد. ثلاث عائلات يتجرعن مرارة غياب الأم: عائلة المعتقلة ريحان الموسوي ونفيس العصفور وزينب الخواجة. ولكل منهن قصة مع الوطن كانت ضريبتها الاعتقال. أنا زهراء هانم شيمة بنت المعتقلة نفيس العصفور. أنا أحتاج إلى أمي واجد، خصوصا أن العيد قرب وأني محتاجتها في أمور كثيرة أحتاج لها في دراستي. استطعنا لقاء عائلتين ووجدنا فيهما مثالا لمعاناة هذا الشعب: زهراء وسلمان، عبد الله وحسين وزينب، يطالبون بالإفراج عن رياحينهم المقيدة خلف قضبان زنازين النظام منذ أكثر من 6 أشهر، يتأملون أن يفتحوا باب العيد على وجوه أمهاتهم. الماما ريحانتنا لا تنتزعي منا.